تكونوا بخير. قبل ما ابدا معاكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لي اللايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. النهارده هنعمل مع بعض احلى سلطه فواكه معاها مشروب في منتهى الجمال. يلا بينا مع بعض هنشوف الطريقه والخلطه ايه. يلا بينا. هنا الفواكه متقطعه بالشكل دوت، اي نوع فواكه موجود عندك. انا هنا معايا الفراوله والمشمش والخوخ والتفاح بالشكل ده، تمام. هنا هعمل عصير الفراوله، كلنا طبعا بنعرف نعمل عصير الفراوله. بدات هنا جبت الفواكه اللي انا مقطعاها وابتدي احطها في الكاسات او في الكوبايات او الاطباق اللي معايا بالشكل ده. هنا هبدا انزل بعصير الفراوله على الفواكه دي بالشكل ده. هنا دوت عصير الخوخ ومشمش مع بعض. انا طبعا جبت الخوخ ومشمش وحطيتهم على النار، حطيت معاهم معلقتين او ثلاثة من السكر ومعاهم ربع كوباية من المية او نص كوباية من المية. سبتهم كده ان هم ايه تدوب الفواكه دي شوية على النار، وبعد كده ضربتها في الخلاط وصفيتها ونزلت بيها هنا مع الفواكه في منتهى الجمال. جربوا الطريقة دي وقولوا لي رأيكم فيها. وبس كده شايفين الشكل عامل ازاي، والطعم جميل جدا واحلى فواكه في البيت واحلى سلطه فواكه هتعجبكم ان شاء الله. وما تنسونيش بقى باللايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل الجديد. اشوفكم في فيديو تاني جديد، وكملوا الفيديو للاخر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.